السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم معنا مرة تانية في الدرس الخامس والسادس، وده نهاية وحدتنا الاولى ان شاء الله، واللي هيكلمنا فيه عن how to make بسبوسة، ازاي نعمل البسبوسة، وهيكلم فيه عن other recipes يعني بعض الوصفات الاخرى. طبعا حبايبي اللي مش متابعنا من الاول ان شاء الله هيخش في صندوق الوصف هيلاقيني حاطط له روابط كل الحلقات من اول الدرس الاول ولغايه ما احنا واقفين. تعالوا يلا نبتدي درسنا النهارده بنط الكي فوكابولري، يعني الكلمات الرئيسيه اللي موجوده في الدرس. اول كلمه طبعا كلمه ingredients. ingredients ingredients oven oven. طبعا يا حبايبي حرف الاو بينطق شكل حرف اليو oven، وهنا هخفي الاي لان الاي سايلنت. oven oven. stuffed vegetables stuffed vegetables stuffed vegetables يعني خضروات محشيه. طبعا عارفين اللي بعد الفا ساوند الاي دي بتنطق تا. stuffed vegetables. recipe recipe، طبعا هنا مش هقول ريسايب، الاي منطوقه. recipe recipe. بسبوسه بسبوسة. سيمالينا 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 سيمالينا، طبعا الاو هنا شوا يعني نطقها قصير جدا ما بتنطقش او. سيرب 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 بمعنى شرب او مشروب او شربات. تعالوا نشوف يلا الاكسترا فوكابولري اللي هو مدهالي. different 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 بمعنى مختلف. sugar sugar معنى سكر. mixture 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 بمعنى خليط. pretty 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 بمعنى جميل. saucepan saucepan بمعنى قدرة وإناء صغير. dish dish dish. butter butter يعني زبدة. almond almond، طبعا حرف الهي اللي هنا حبايبي سايلنت مش بينطق. almond almond. cocktail juice cocktail juice. diamond diamond diamond. baking powder baking powder. fruit salad fruit salad fruit salad. تعالوا نشوف يلا تصريف الافعال اللي هو مدهالي معانا في الدرس ده. اول كلمه طبعا كلمه cook cooked cook cooked، طبعا بعد الكا ساوند برضو الاي دي بتنطق تا. bake baked bake baked. way weighed way weighed، طبعا حبايبي جي اتش هنا سايلنت مش بتنطق. way weighed معنى يزن. mix mixed mix mixed معنى يخلط. melt melted melt melted. pour poured pour poured. boil boiled boil boiled. share share shared shared. make make ده بالنسبه للافعال الشاذه. made made. put 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 put. take take. took took. cut 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 معنى يقطع أو يقطع. think think. thought thought طبعا الجي اتش هنا silent. find find. found found found. تعالوا نشوف حبايبي أهم الاكسبريشنز والpropositions اللي هو مديهالي. عندنا كلمة turn on turn on بمعنى يفتح ويشغل. way out way out way out بمعنى يزن. on the top of on the top of on the top of معنى على قمة أو أعلى. for about 10 minutes for about 10 minutes يعني المدة حوالي 10 دقايق. take out take out take out معنى يخرج. it looks pretty it looks pretty it looks pretty. by hand by hand by hand. in the oven in the oven in the oven معنى في الفرن. طبعا في الدرس ده حبايبي هلاقي بعض الاختصارات كده شكل ال TSP. التي حبايبي اختار كلمة تي اللي هو الشاي، والاس بي اختار كلمة سبون معنى معلقة.
فكلها على بعضها تي سبون، وانا عارفين تي سبون دي معلقه الشاي بتبقى معلقه صغيره، فتبقى سمول سبون سمول سبون. اما التي بي اس بي، التي بي اختصار كلمه تيبل والاس بي اختصار كلمه سبون، فيبقى اسمها على بعضها تيبل سبون تيبل سبون بمعنى لارج سبون. لارج سبون يعني معلقه كبيره. تعال نشوف التمرين الاولاني اللي هو مديهولي بيعتمد على حفظي للكلمات. عندنا كلمه سمالينا سمالينا، نايف الكي طبعا سايلنت، فورك معنى شوكه، تاني نايف معنى سكينه، وفورك بمعنى شوكه، وافن افن بمعنى الفرن. Will you turn on the to bake cakes? Turn on the to bake cakes. طبعا قلنا turn on بمعنى يشغل، طبعا هشغل ايه وهفتح ايه عشان اخبز كيكه. برافو عليكم. يبقى turn on the oven. Oven معنى فرن. Number two, بسبوسة is made from. كلمة is made from حبايبي معناها تصنع من. فبولي بسبوسة is made from ايه؟ يعني البسبوسة مصنوعة من ايه؟ طبعا مصنوعة حبايبي من السميد، فبالتالي هقول سيمالينا، تاني سيمالينا يعني مصنوعة من السميد. Number three, بولي you can use a to cut the cake. You can use a to cut the cake. يعني احنا ممكن نستخدم ايه؟ عشان نقطع الكيكة. برافو عليكم. ممكن نستخدم سكينة، والسكينة حبايبي اسمها نايف نايف. تعال نشوف يلا حبايبي موضوع الدرس بتاعنا. بيقولي what's the recipe for. what's the recipe for، يا ترى الوصفة دي وصفة ايه؟ بيقولي حبايبي look يعني انظر، read يعني اقرأ، and learn learn حبايبي بمعنى اتعلم. بيقولي my favorite recipe. my favorite recipe يعني وصفتي المفضلة، واكيد فيها هيكلم لي عن البسبوسة. طبعا لو بصينا هنا حبايبي هلاقيه مديني ال ingredients يعني المكونات بتاعتي. مديني 2 cups of semolina، فنجانين سميد او كوبين سميد، 1 cup of yogurt يعني كوباية زبادي، 1/3 cup of sugar يعني تلت كوباية سكر، وعندنا 1/2 cup of melted butter يعني نص كوباية زبدة مذابة، وعندنا 1 teaspoon يعني معلقة صغيرة of baking powder، وعندنا 1 cup of coconut يعني كوباية واحدة جوز هند، وعندنا almonds almonds انا ال silent حبايبي، وعندنا syrup يعني شراب مركز، وعندنا 3 quarters cup of water يعني 3 ارباع كوباية مية، 2 tablespoon of honey يعني معلقتين 2 كبار عسل. تعالوا نشوف بقى بيقول لنا ايه في الموضوع ده. بيقول لي we cook lots of different things such as lentil soup full مدمس and stuffed vegetables. تقولكوا حبايبي اوعى تقرا جزء وترجمه جزء وترجمه، لازم اقرا من بداية الجملة لغاية اخرها وبعدين ابدا اترجمها كلها كوحدة على بعض. بيقول هنا ان احنا بنطبخ كثير من الاشياء المختلفة، شكل شوربة العدس وشكل كمان الفول المدمس وشكل الخضروات المحشية. My favorite thing to bake is بسبوسة. بس بيقول بقى الشيء المفضل عندي اللي انا بخبزه هو البسبوسة. This is how you make it. وبيقول لي دي الطريقة. This is how يعني دي الطريقة اللي انت هتصنعها بيها. First you need to turn your oven on to get it hot. قال لي اول حاجة هتشغل ايه يا حبيبي؟ هتشغل الفرن. ليه؟ قال لي عشان يسخن. to get it hot يعني عشان تسخنه. Then weigh out the ingredients. بعد كده حبايبي هتوزن المكونات، يعني هتشوف بقى المكونات بتاعتك وتوزنها وتشوف المقادير المظبوطة. Then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. بعد كده بتخلط، تضرب يعني كل ده ببعضه. السمالينا يعني السميد، الكوكونات يعني جوز الهند، sugar السكر، وكمان الملتد باتر يعني الزبدة المذابة أو السايحة. You should mix these ingredients by hand. You should حبايبي معني ان انت يجب انك تخلط الحاجات دي كلها by hand. by hand يعني بايدك. I love doing this. بتقول انا بحب جدا ان انا اعمل كده. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. بعد كده بنضيف عليها زبادي، وبعد كده بنحط الخليط ده كله فين حبايبي؟ في الصينية اللي احنا بنخبز فيها البسبوسة. You can use a knife to make diamond shapes on top of the basbousa. ممكن انت بقى تستخدم السكينة عشان تعمل اشكال كده شكل الالماس فوق البسبوسة. Put an almond on each diamond. بتحط بقى ايه؟ لوزة كده او لوز فوق كل ماسة. It looks really pretty. ده بيبقى شكلها جميل جدا. Looks هنا بمعنى تبدو حبايبي.
لما لوكي جواها صفة ما يبقاش معناها ينظر، معناها يبدو. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. تخبزها في الفرن لمدة 30 دقيقة. Make the syrup. اعمل بقى الشربات. طبعا ماما بتبقى عارفة الشربات ده مكون من ايه، اللي هو السكر ومية ومعاه ليمون. Make the syrup. تعمل الشربات. Put the honey, water and lemon juice into a saucepan. بيوريك بتعمله ازاي. حط العسل والمية وكمان الليمون في قدر او اناء. Boil the mixture for about 10 minutes. وتغلي ده كله مع بعضه لمدة كام يا حبيبي؟ لمدة حوالي 10 دقايق. بعد كده بعد ما خلاص غليته وعملت الشربات بتاعي، بقول لي take it out of the oven. طلعها بقى بره الفرن. take out معناه يخرج. then pour the syrup over the basbousa. هتحط بقى الشربات اللي انت عملته ده فوق البسبوسه. cut the basbousa and share it with your family. هتقطعها وكمان تشاركها مع اسرتك وبالهنا والشفاء. تعال نشوف بسرعة السؤالين اللي تحت دول. بيقول How should we mix the ingredients of basbousa؟ ازاي بقى ان انا هخلط مكونات البسبوسة؟ قال لي by hand. by hand حبيبي يعني باليد. number two بيقول لي How can we make the syrup؟ بنعمل السيرب ازاي؟ بنعمل الشربات ازاي؟ طبعا هو تفوق بيقول لي put the honey, water and the lemon juice into a saucepan and boil the mixture for about 10 minutes. هتحط العسل والمية والليمون، عصير يعني بتاع الليمون، واغلي الخليط ده لمدة 10 دقايق هيعمل لنا شربات. تعالوا حبيبي بقى نشوف الجنرال اكسرسايزز، يعني التدريبات العامة اللي هو مديها لي على الدرس الخامس والسادس وطريقة عمل البسبوسة. عندنا كلمة delicious, cake, drinks, cocktail, grow. طبعا delicious معنى لذيذ، cake يعني كيكة، وعندنا drinks يعني مشروبات او يشرب طبعا، كوكتيل يعني كوكتيل، وعادة طبعا grow يعني ينمو او يكبر او يزرع. بولي mangoes grow in Egypt. المانجا بتنمو في مصر. we can make a lot of a and dishes with it. بولي ممكن نعمل ايه واطباق كتير بيها. طبعا يا حبايبي اقدر اعمل مشروبات كتير بيها واطباق، يبقى لازم اقول a lot of drinks. تاني a lot of drinks يعني مشروبات كتير. We can make a mango juice or a juice. ممكن نعمل عصير مانجا ايه لذيذ، يبقى لازم اقول كلمة delicious. delicious حبايبي بمعنى لذيذ، يعني ممكن اعمل عصير مانجا لذيذ او ايه عصير. يعني كوكتيل عصير. الكوكتيل اسمه كوكتيل. We can also يعني احنا ايضا make a fruit salad and a mango ايه، يعني ممكن نعمل سلطة فواكه وكمان ايه مانجا. كيكة المانجا يبقى مانجو كيك. تاني مانجو كيك. تعال يا حبايبي نشوف السؤال التاني اللي هو بيقول لي رتب الكلمات دي. cooking I بسبوسة love. طبعا هبدأ بالفعل بتاع اللي هو I، عايز اقول انا بحب صنع او عمل البسبوسة، فالمفروض اقول I love يعني انا بحب. طب الطبخ اسمه ايه؟ cooking. يبقى I love cooking. طب I love cooking ايه؟ هتقول بسبوسة، ده المفعول بتاعي. I love cooking بسبوسة. number two mix بسبوسة you by hand should ingredients. طبعا احنا قلنا ان احنا المفروض نخلط مكونات البسبوسة بايدينا. هقول you ادي الفعل بتاعي. should كلمة should حبايبي يعني يجب، يبقى هقول you should. should بيجي وراها الفعل يبقى mix. خلاص يبقى you should mix. طيب يعني ايه مكونات البسبوسة؟ اقول بسبوسة ingredients. بسبوسة ingredients يعني مكونات البسبوسة. ازاي؟ هقول by hand. by hand حبايبي يعني باليد. number three recipe for what is the بسبوسة. طبعا عايز اقول ما هي وصفة البسبوسة. يعني ايه ما هي وصفة البسبوسة؟ ادي what، اداة الاستفهام، فعل مساعد بتاع حبايبي is، يبقى what's. الوصفة اسمها ايه؟ the recipe. يبقى what's the recipe for لي بسبوسة. يبقى what's the recipe for بسبوسة. تعالوا نشوف حبايبي يلا السؤال الثالث اللي هو اختياري.
قول لي ايه all the ingredients in a big bowl by hand. هنعمل ايه فيها بايدينا؟ برافو عليكم. ميكس. ميكس دي يعني هنخلطها. نمبر 2 قول لي ايه some syrup over the بسبوسه. هنعمل ايه بالشربات على البسبوسه؟ برافو عليكم. هنصبه على البسبوسه. يعني ايه صب؟ تركات ولا ستيك ولا بور ولا تيرن؟ هتقول بور يا مستر. قد بمعنى يقطع، ستيك يعني يلزق، وتيرن معناها يشغل. طيب نمبر 3 بول يوز يعني استخدم ايه تو كات ذا واتر ميلون. المفروض ان احنا بنستخدم ايه بقى عشان نقطع البطيخه؟ برافو عليكم. نايف يعني سكينه. يوسفول انفورميشن وذ اذرز، المفروض ان انا بعمل ايه في المعلومات المفيده مع الاخرين؟ بشاركها. شكل كده القناه بتاعتنا بشاركها ليه؟ عشان الكل يستفيد. يبقى شير شير share useful information with others، يعني شارك المعلومات المفيدة مع الآخرين. طبعا حبايبي هي دي نفس القطعة اللي احنا لسه قاريينها دلوقتي. بيقولوا we cook lots of different things such as lentil soup, full medames and stuffed vegetables. My favorite thing to bake is basbousa. This is how you make it. First you need to turn your oven on to get it hot. Then weigh out the ingredients. Then you mix the semolina, coconut, sugar and melted butter. You should mix these ingredients by hand. I love doing this. Then you add the yogurt and pour the mixture into a baking dish. You can use a knife to make diamond shapes on top of the basbousa. Put an almond on each diamond. It looks really pretty. Bake the basbousa in the oven for 30 minutes. تعال نشوف السؤال الأولاني بالنسبة ل true or false. قولي number one, we shouldn't mix the ingredients by hand. قولي خلي بالك إن لا يجب إن احنا نخلط المكونات بإيدينا. أكيد طبعا الكلام ده false، لأن يجب إن احنا نخلطها بإيدينا. Number two, قولي bake the basbousa in the oven for 30 minutes. المفروض ان احنا بنخبزها لمدة 30 دقيقة. قال لي ايوة طبعا it's true. طب نمبر 3 بولي we use a knife to pour the mixture، بنستخدم السكينة عشان نسكب بيها الخليط. قال لي لا false. تعال نشوف يلا نمبر 4 بولي what are the ingredients of بسبوسة، يعني ما هي مكونات البسبوسة. طبعا هو مديني هنا في القطعة مكونات البسبوسة، الحاجات اللي احنا خلطناها مع بعض اللي هي يا حبايبي ها سيمولينا، كوكونات، شوجر سكر يعني، اند ميلت باتر يعني الزبده المذابه او السايحه. نمبر 5 بيقول what things can we cook، يعني ايه الاشياء اللي احنا ممكن نطبخها. طبعا دي جابها لي في اول القطعة خالص، قال لي في اول القطعة خالص we cook lots of different things such as، يعني مثل. طبعا هنا هكتب lentil soup، هكتبها كلها بقى حبايبي، يعني شوربة العدس، كوما فول مدمس and stuffed vegetables، يعني خضروات محشية. تعال نشوف يلا اخر سؤال معانا النهاردة، هو سؤال البنكتويشن، سؤال الترقيم. بيقول have the right ingredients before cooking، لازم يكون عندك المكونات المناسبة قبل الطبخ. طبعا هنا have it's capital انها في اول الكلام، the right مفيهاش اي حاجة حبايبي، ingredients برضو مفيهاش حاجة، before مفيهاش اي حاجة، cooking برضو مفيهاش حاجة، يبقى حط في الاخر full stop النقطة بتاعتي. طبعا ما اكتبش حروف بس لازم اكتب الجملة كلها بالمنظر ده. طب تعال نشوف number 2 what dishes can you make with apples. يعني ايه الاطباق اللي انت ممكن تعملها بالتفاح؟ طبعا what the w's capital انا في اول الكلام، dishes ما فيهاش اي حاجة، can ما فيهاش اي حاجة، you make with
apples. بس هتقولي بقى مستر ده سؤال، بحط في الاخر question mark يعني علامة استفهام. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان تستفيد بكل الحلقات ويجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. كده حبايبي احنا خلصنا وحدتنا الاولى، فاضلنا بس ان شاء الله حل التست بتاعنا اللي على الوحدة الاولى، وده هيكون في الحلقة الجاية ان شاء الله. شير لكل زمالك عشان الكل يستفيد، واستنونا في اخر حلقة في الوحدة الاولى وحل تست 1. جود باي، السلام عليكم.